تمام about جي، about جي حكينا يعني القانون بيختلف فيه بس الار فتحة. طب نحكي له اتش اتش جي بساوي ار فتحة كروس ام في، ام في نفس اللي طلعتهم بالفرع الاول يعني هذولا جاهزين، يعني اذا غلطت بالفرع بالفرع الاول غلطت بالفرع الثاني. عندي ار فتحة، ار فتحة قلنا بتساوي ار ناقص ار بار، عشان هيك لازم اطلع ار بار اول. ار بار هني ثلاث اجسام، راح يكون عندي ار اي ام اي زائد ار بي ام بي زائد ار سي ام سي على ام ام اي زائد ام بي زائد ام سي. طيب شو عندي ار اي قلنا 0.9 كي هات، كم بضربها؟ بضربها بتسعة الكتلة، زائد ار بي 0.6 اي هات زائد 0.6 كي هات زائد 0.9 كي هات، كم بضربها بتسعة، زائد ار سي، ار سي طلعتها انا 0.3 اي هات زائد 1.2 جي هات، نضربها بتسعة على كم، على مجموع الكتل على 27، خذ عامل المشترك تسعة صفر هي ثلاث وتسعة هذول كلهم طارن، هسا اجمع هذول سوا كم طلع هالمانيوال ار بار بتطلع معه 0.3 اي هات زائد 0.6 جي هات زائد 0.9 زائد 0.6 كي هات قصدي. كمان شو بعمل؟ هاي ايش؟ هاي ايش؟ هاي ار بار، فنستي ار فتحة، ار فتحة لا اي بساوي ار اي ناقص ار بار، ار اي شو عندي؟ 0.9 كي هات، ننقص منها 0.3 اي هات ناقص 0.6 جي هات ناقص 0.9 كي هات. شايف شو تغير السؤال؟ تغير، تغير انه صار هسه 0.9 تروح من 0.9 صفى معي سالب 0.3 اي هات سالب 0.6 جي هات، فهاي ار فتحه اي بتطبق على بي نفس الاشي وعلى سي نفس الاشي، هو طلبني انجلر مومنتم، انا معي الفيلوسيتي ومعي الارات، فهو عملهن زي هيك ام في اي ام في اي ام في ام في سي، تضربهن ضرب عادي هن مصفوفه طبعا بس تقدر تضربهن ضرب يدوي زي هيك، فطلع معي الانجلر مومنتم لحول جي بيساوي كذا. هذا بروبلم 9. بروبلم 10 حكيت راح اخليه لبعدين لانه في فكره، في فكره زنخه شوي، هو حكى انه اتش جي بتساوي اتش او، فلما مثلا طرحهم بيساوي صفر راح نثبت انه الار بارلل لللينير مومنتم، راح يصير في زنخه شوي خليها لجنب لبعدين لبكره. بروبلم 11 حكى لي في عندي اي بي وسي وزنهم كذا، وزن يعني راح نقسم على جي، حكى لي في اي بتساوي كذا في بي بتساوي كذا وفي سي بتساوي كذا، اوجد اتش او. طيب انا هاي عندي هاي الجسم A بوجد له احداثياته، وهاي الجسم B بوجد له احداثياته، والجسم C بوجد احداثياته، بضربها ام في في، هي اعطاني اياها على الجاهز، يعني هاي بروبلم 11، هاي بروبلم 11، هاي ار وهاي ار، لا هاي 10، هاي 11 ار اي ار بي ار سي، وهاي الام في في، فضربه مباشرة يعني ضرب عادي بروبلم 11 يعني زيه زي 9، طبعا طلع معه 0 صدفة يعني مش حظ، مش انه لازم يطلع معي 0 مش، لا طلع معه صدفة انه 0. طيب بروبلم 12 حكى لي اوجد بروبلم 11 يعني حل بروبلم 11 بس اوجد الار بار، اوجد اللينير مومنتم، اوجد الاتش جي. طيب اللينير مومنتم قلنا ام في في، هاي الانجلر مومنتم طبعا طلعوا عادي احداثيات وام في في، انا طلع من الفرع الاول بس طلب مني ايش؟ لينير مومنتم، وين راح لينير مومنتم؟ هاي بزون فيكتور وانجلر مومنتم، طلب فاللينير مومنتم ام في ام في في اوف ذا سيستم، هاي لينير مومنتم هيو، هاي الار بار وهاي لينير مومنتم، ام في للاصلي بساوي ام في زائد ام في زائد في، هو اصلا بده ام في للاصلي، يعني بدي ام اي في، انا اجمعهم سوا يعني في معي وام مات معي، بجمع سوا بس بوزيشن فيكتور لار بار هاي رفتها مشان يوجد حول جي. يعني بروبلم ثاني، هذا اثبات لبروبلم 22 مش ضروري يعني مش مهم. بروبلم 12 حكينا عنه، بروبلم 13 نفس الفكره، بروبلم 14 نفس الفكره، يعني هاي افكار شامله على انجلر مومنتم مصفوفات. حكينا هسه طلع عندي الطابات مثلا هذا او واحد ثاني، انا بحب احل في اثنين جنب بعض. هسه هذا في فيديوهين بعث لي اياهم صاحبي بالسمنات راح انشرهم، وهذا برضه راح انشره في فيديو لحال، وهاي البلياردو خطوات معينة. طلع عندي ايش البروبلم،
بروبلم هذا بدي اشياء صعب شوي. 39 و40 مباشرة سهلين، راح لهم بكرة ان شاء الله، انا خلص اليوم بكفي. وهاي الصفحة اصعب صفحة بالمادة، اجي منها سؤال السكند وسؤال الفيرست اند كوم، وهذول اسئلة صدقا صعبات كثير، يعني ما حدا حلهن مش مفهوم، والدكتور بجيب انه ما يكون الافرج عالي. فشو ظل عندي؟ سؤال على البلياردو. بضل عندي ايش؟ درس الفلود. درس الفلود ما لهوش الا مثال واحد، والصواريخ محذوفة. بس يعني ان شاء الله خير. هيك شابتر 14 رح يكون انتهى، بس طلع علي بكرة اعمل فيديوهين للطابات والبلياردو ولا بروبلم 10 وبس. يعطيكم العافية.